اعترضت فرنسا على هذا الجزء من النشيد الوطني الجزائري، وقالت رغم معرفتنا للسياق التاريخي لهذا النشيد إلا أنه لا يتناسب مع الظرف الحالي، ونعجب من الجزائريين كيف أرجعوا هذا الجزء من النشيد بعد أن حذفوه. فكان الجواب من الجزائريين مسؤولين وشعبا بلسان الحال ولسان المقال. إذا كنتم أيها الفرنسيون قد نسيتم ما حدث، فإننا لا ننسى ما جرى على مدى 132 سنة من الجرح الغائر في نفس الجزائريين إلى يومنا هذا، والتي قتل فيها أكثر من 10 ملايين شهيد على طول هذا الزمن، وهناك أكثر من 18,000 جمجمة تحتفظون بها في متاحفكم. إذا كنتم نسيتم أيها الفرنسيون، فإننا لا ننسى مع أنه قد مضى على خروجكم من بلادنا أكثر من 60 سنة، لا ننسى أنكم لم تقدموا لنا اعتذارا على ما فعلتموه طوال هذه السنين من تعذيب وتنكيل بالجزائريين واتخاذهم دروعا بشرية ضد إخوانهم الذين أرادوا إخراجكم. إذا كنتم نسيتم أيها الفرنسيون، فإننا لا ننسى تلك القرى التي دمرت، والرجال التي قتلت، والنساء التي رملت، والأطفال التي يتمت، لا ننسى تلك الصحاري التي حولتموها إلى تجارب نووية، وترفضون إلى يومنا هذا أن تسلمونا خرائط تلك المعامل. إذا كنتم نسيتم أيها الفرنسيون، فإننا لا ننسى تلك السرقة التاريخية التي أجهزتم فيها على وثائقنا وتاريخنا ونقلتموه إلى باريس، ونطالبكم طوال 60 سنة أن تردوا لنا تاريخنا، فتقولون إن هذا سر من أسرار الدولة. إذا كنتم قد نسيتم أيها الفرنسيون، فإننا لا ننسى ولن ننسى، وسنبقى مرددين بلسان الحال ولسان المقال. يا فرنسا، قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا، إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب. إن في ثورتنا فصل الخطاب، قد عقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا.